كلنا منعرف إنه الخيمة هي شيء إسعافي لفترة بسيطة، بس هالفترة ما كانت تخلص وصارت سكن دائم من 9 سنين لآلاف العائلات السورية. في أطفال خلقت بخيمة وبعمر ما سندوا ظهر على حيط، بتغرق بالشتوية وبتصير مثل النار بالصيف. بلشنا من فترة بمشروع إعمار غرف بلوك للنازحين، وتقريبا بنفس تكلفة الخيمة قدرنا نعمر غرفة حيطانة بلوك وسقف شادر مع مطبخ صغير وحمام لتكون مأوى آمن لحوالي 300 عائلة. كان المفترض يكونوا هلأ تحت شجر الزيتون، قدرنا من خلال تبرعاتكم نأمن لهم مكان يحميهم. برمجنا صفحة على الإنترنت وهدفنا نعمر 1000 غرفة ل1000 عائلة نازحة، بحيث فيكن تختاروا عدد الغرف اللي بدكن تعمروها وتدفعوا أونلاين أو من خلال البنوك. $250 هو مبلغ مانو كبير أبداً مقارنة بالأثر اللي عم يعمله. هو حلم لعائلة نازحة كان ممكن لأي عائلة من عائلاتنا تكون مكانها.